متابعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله مساءكم بكل خير. نستعرض الآن وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الساعات القادمة وخلال اليوم غد بإذن الله. نبدأ بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث تسود أجواء مستقرة غيوم متفرقة 9 درجات مئوية، الملموسة 9، رطوبة حوالي 80%، والرياح تكون شرقية خفيفة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية، إربد 19-9، عجلون 20-9، جرش 20-10، والمفرق 20-8 درجات مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء 21-8، البلقاء 20-10، عمان 18-8، المأدبة 19-6، والبحر الميت 25-15 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 20-8، الطفيلة 18-11، الشوبك 15-9، معان 21-6، والعقبة 27-18 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الشرقية، الأزرق 19-8، الصفاوي 19-6، ورويشد 20-6 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.